السلام عليكم، كي دايرين؟ هانيين بخير، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ومبروك عواشركم. وباش ما تمنيتوا ان شاء الله اليوم ما شاء الله كي بعدنا افطارنا راني شريت معكم الفطور ديالنا، غير ما درتوش فيديو واحد. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش غادي نوجدوا الغداء ان شاء الله. هنايا عندي هنايا بابا درت فيها الماء باش غادي ندير السفه باش تكحل لكم شي البرمه. ديروا فيها البصله اولا الحامض، طريفه الحامض ولا البصله باش ما تكحل لكمش البرمه ديالكم. هنايا عندي الماء حتى يطيب، غادي نعاد ندير السفه. وهنايا غادي ندير الدجاج ديالي ان شاء الله. الدجاج غادي نخرجو من الثلاجه. كما كتشوفوا هنايا عندي الدجاج، راني شريت معكم الغساله ديالو. هنايا عندي الدجاج شملتو في الليل، درت له الثومه والملحه والبزار والسكنجبير شويه ديال الخرقوم والثومه وشويه ديال الربيع وبيته والحامض وبيته هكا مرقد في الليله كامله في العطريه اللي قلت لكم. ودابا كما كتشوفوا راه شرب العطريه مزيان هكا باش كيجي هكا الدجاج ديالنا كيجي فتي كيجي بنين. ودابا ان شاء الله غادي ندوز معكم باش غادي نديرو يطيب ان شاء الله. اول حاجه غادي نقطع البصله، غادي نقطع البصله ان شاء الله. هانتوما معايا البصله غادي نقطعها بحال ما هكا. انا فقط اللي غادي نشارك معكم باش غادي نوريكم كيفاش غطيبوا. اليوم بغيت نشارك معكم الاجواء ديال العيد ديالنا. نتمنى الله يكونوا عجبوكم ونكثروا من الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف. كما كتشوفوا الطاجه هي مازال خاويه، غادي ندير فيها البصله وغادي نزيد نقطع غادي ندير الزيت. البصله مازال عندي هنايا الثومه ونرجع معكم ان شاء الله. ودابا كما كتشوفوا بعد ما قطعت البصله نشعل الضوء، نجيبو هنا الدجاج ديالنا. غادي ندير الدجاج يطيب، غادي ندير هنايا القشر ديالو. ودا غادي نخليه حتى نعاود نطيبو مرة ثانية. غادي نخليه غير هنايا، هانتوما غادي نخليه يتجحى واحد شوية ونرجع معاكم. هنا عندي السفه، درت لها شويه ديال الزيت وغادي نخلطها حتى مزيان. دابا غادي نديرها طيب.
بسيطة. ودابا الصفة ديالنا هي كطيب، الدجاج ديالنا هو كيطيب، وان شاء الله غادي نخلي ما كيطيب، بغيت ندير العطرية غادي نشاركها معكم ان شاء الله. ودابا غادي ندير العطرية، ما عندي بزار، هنا عندي سكنجبير، هنا عندي الخرقوم، هذا قصفور مطحون، وهذا سكنجبير، مش هذا سكنجبير بدو جمرات، وهذا سكنجبير بدو جمرات الله يستر، هذا سكنجبير عاد بغيت نديرو، الله يحفظ، ودابا غادي نمرق. وغادي نقي التوم باش ندير حالو ونسد عليها، دابا غادي ندير التومة، وأصلا الدجاج عندي فيه التومة لا غير بغيت نزيد، غادي نسد عليه ونخليه حتى يطيب ان شاء الله، ونرجع لكم بعد ما يطيب. هيا انت يا صفر، ودابا كما كتشوفوا كما كتشوفوا الدجاج ديالي هو طاب في المرقه، دابا غادي نديروا هنايا في هاد لاطا هادي وغادي ندخلوا الفرن ان شاء الله. غادي نجيب هادي، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده، غادي ندهنها هكا مزيان، هانتوما، ودابا غادي ندير فيها الدجاج ديالي، كما كتشوفوا مازال سخون، وغادي ندهن من هكا بزبدة من الفوق بحال هكا، كيما كتشوفو أنا غادي ندير غير يديا، غادي ندير دهنهم هكا كلهم مزيان هكا، شو تحمروا لنا مزيان،
عرفتي درت فيها الملحه راه قبيله تي ما قلتلكمش الملحه بغيت نعاود سكنجبير جوج مرات بالملحه نسيتها غادي نخليها حتى تشيو هكا فوق منه دابا غادي ندخلها للفرن ان شاء الله ونخلي حتى تحمر ونرجع معكم ان شاء الله. ودابا كما كتشوفوا الصفه ديالي طابت الدجاج ديالي هو كيتحمر في الفران الصفه ديالي انا غنوريها لكم هاي الصفه ديالي هانتوما كيفاش جات هانتوما درت شويه ديال الزبده قلت لها هنايا الزبيب انا درت هاد المره زبيب كحل درتو هكا معاها ماشي كحل المهم زبيب قهوي ولا مغرب ولا شي المهم دابا الصفه غادي نديرها في الطبسيل هذا ودابا غادي نجيب هاد ودابا بعد ما قديت الصفه ديالي بحال ما هكا دابا غادي ندوز باش غادي نزينها نتوما يمكن لكم تزوقوها باي طريقه اللي بغيتو نتمنى الله يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم اللي شاركته معكم نتمنى الله يكون عجبكم المهم عندنا راه ديال تماره غادي كما تزيانيها ونرجع معاكم ودابا كما كتشوفوا هذا هو الطبسيل ديال الصفه ديالنا زونتو زيدوا شويه ديال القرفه وشويه ديال الكاوكاو انتم اي حاجه كانت عندكم هكا لوز ولا اي حاجه كانت متواجده عندكم يمكن لكم تستعملوها انا درت غير كاوكاو ودرت شويه القرفه شويه ديال السكر بلاصي هنايا الزبيب كاين اللي طيبته معاه مع الطفويله الاخرى كندير معاه شويه ديال الزبيب وهنايا هذا اللي مزوقه به هنايا هذا اللي في الجناب هنايا في الوسط هذوك عسلتهم شويه ديال القرفه وشويه ديال السكر ودرتهم هكا للتزيين فقط ها نتوما نتمنى من الله يعجبكم هذا الطبق هذا ودابا ان شاء الله غادي ندوز معكم باش غادي نحط المرقه ديالنا والدجاج ان شاء الله
وهانتم معايا ما تمشيو فين. دابا ان شاء الله غادي نسرق باش غادي نحجج. نجيب بطاطا هنا كيما كتشوفوا باقي سخون. الطريف هذا غادي نخليه غادي نفخيل هاد البيكا. ما قلنا هذا واجدة خصني نجيب باش غادي نضرب نكمل الحطه ونرجع معكم ان شاء الله. ايوا هذا هو الدجاج ديالنا هانتوما، هذا هو الغداء ديالنا. نتمنى والله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. الى عجبكم ما تنساونيش من الاشتراكات ديالكم وفعلوا الجرس باش اي حاجه درتها جديده توصل لكم ان شاء الله. نتمنى والله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وعاود شكركم مبروكه مره اخرى. ما تنساوش اللايكات ديالكم لاول مره كيشوف القناه ديال احلام خديجه. ما تنساوش الاشتراكات ديالكم، فعلوا الجرس باش اي حاجه درتها جديده توصل لكم ان شاء الله. وكثرونا من اللايكات فضلا منكم وليس امرا. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله يوصل اكثر عدد المشاهده. وكنشكركم بزاف على كي دعمني بالقليل ولا الكثير، كنشكركم بزاف بزاف. ودابا ما بقى ليا غادي نجيب هاد الكوسيلي نتفرجها من قدام. وقولوا لي كيجاكم هاد التقديم ديال هاد الطوسيل ديال السفه. نتمنى الله يكون عجبكم بزاف. انا صراحه مقتنعه به وعجبني بزاف، ونتمنى انكم تنتبهوا يعجبكم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله اللي شاركتوا معاه. هذا هو الطبق ديال اليوم، نتمنى الله يكون نال الاعجاب ديالكم. وشجعوا احلام خديجه باش دائما تجيب لكم الجديد ان شاء الله. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم وعواشركم مبروكه مره اخرى. هانتوما هادو هما الاطباق ديالي ديال اليوم. نتمنى من الله يكون نالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش اللايكات لايكات لايكات.